زميلي محمد فاروق سعد وضيفك الكريمين. معي في هذه اللحظات ميشيل سالجادو، نجم الكره الاسبانيه ونجم ريال مدريد الاسبق، وحاليا مدير اكاديميه اسبانيا هنا لكره القدم في الامارات، وايضا الكابتن عبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي لقطاع كره القدم بالنادي الاهلي، والاستاذ نادر خليل مدير التسويق في النادي الاهلي. ابدا بالكابتن زيزو، لانه هناك كلمه سيتلوها في البدايه لترحيب بميشيل سالجادو وزيارته لبعثه الاهلي قبل التحرك لمباراه السوبر. كابتن زيزو. طبعا احنا في ترحيب كبير جدا النجم الكبير سالجادو، لان احنا ان شاء الله في دوره هو بينظمها كل سنه ريال مدريد هنا في الامارات. هو عامل هنا اكاديميه كبيره جدا لريال مدريد، واحنا الحقيقه اتفقنا اتفاق مبدئي ان يكون ان شاء الله في تعاون بيننا وبينه من خلال النادي الاهلي ومن خلال ريال مدريد. والدوره هتبقى للناشئين، هتبقى اول مره نشترك فيها، وهي دورة بقالها أكثر من 5 سنين بتقام، وفي نفس الوقت معروف طبعا يعني النجم الكبير سالجادو باسمه بنادي كبير ريال مدريد، فاحنا طبعا يشرفنا ان احنا نكون موجودين معاه، وان شاء الله هنتفق معاه على اساس ان تبقى في بداية بيننا وبينه من خلال الدورة اللي هتقام في الشهر الجاي، بحيث ان احنا نبتدي ولادنا ياخدوا برضو خبرات كبيرة من الاحتكاك ب يعني مناهج فنية لأندية عالمية زي ريال مدريد وغيرها إن شاء الله. فأنا برحب بيه جدا جدا على قناة النادي الأهلي، برحب بيه جدا في إن احنا يعني يسعدنا إن احنا نتعاون معاه، وإن شاء الله يجد معانا كل يعني تيسير إن شاء الله. أنا برحب بميشيل سالجادو على شاشة قناة الأهلي في هذا التوقيت وفي هذا الحدث، وللمرة الثانية بنلتقي به، خاصة أن ريال مدريد واجه الأهلي في مباراة القرن، كانت بطل القرن النادي الأهلي ونادي ريال مدريد بطل القرن في أوروبا، فبرحب بيه في البداية وبقول له برحب بيك على شاشة قناة الأهلي. نادي القرن الأفريقي عندما واجهته في مباراة القرن عام 2001 عندما كان قيادة ريال مدريد تحت قيادة ديل بوسكي. Yeah, okay. You know, it's a pleasure for me to be here. You know, I know how big Al Ahly is in that world. It's the you know, the club most awarded in that world, and I think you can compare with this club with Real Madrid, of course. أنا برحب زيارتي النهاردة، مبسوط جدا أكون موجود في مع النادي الأهلي، ومبسوط إن أكون مع النادي الأكثر تتويجا في أفريقيا ونادي كبير يقارن فقط بأندية كبيرة زي ريال مدريد. I'm really happy that for the first time, you know, in my history in football, in formation of football, in developing football, I got the chance to, you know, to work, you know, with alongside a club like Al Ahly. أنا مبسوط لأول مرة في تاريخ عملي في مجال التدريب وفي إدارة الأكاديميات إن يكون في شراكة ما بين الأكاديمية الإسبانية لكرة القدم والنادي الأهلي في البطولة المترقبة اللي جاية إن شاء الله. I've been working the last 5 years in Dubai in Emirates with my academy, trying to develop players, trying to, you know, to bring my knowledge about football. أنا بقالي 5 سنين بأدير الأكاديمية الإسبانية لكرة القدم في الإمارات، وبحاول أطور المحتوى التدريبي اللي بيحصل في الأكاديمية واللي بيحصل في الفترة اللي فاتت. At the same time, I know every year I know more about Arab football. Of course, you know I've been you know traveling to Egypt in the last 5 years as well with a show called The Victorious to try to scout kids, you know that don't have the opportunity maybe to go to clubs, and obviously I know the potential and the quality of the Egyptian players. وانا برضو خلال 5 سنوات اللي فاتوا دول ابتديت ازور مصر عشان بنعمل زي استكشاف كده هو عن المواهب الشابه والاولاد اللي عندهم موهبه من خلال برنامج فيكتوريوس اللي كان بيتذاع على القنوات التلفزيونيه هنا، هو علشان احنا دايما بنحاول نشوف الاولاد اللي عندهم موهبه ومحتاجين فرصه ان هم يكونوا بيخشوا عالم الاحتراف. يا Egypt is a country where wherever you go you smell football. It's a special passion, you know, for football, and obviously it's a country that I want to exploit. And you know, if you want, we talk a little bit about the tournament that we are organizing. مصر بلد انا دايما بشتم فيها رائحه كره القدم، والناس عندها شغف كبير جدا ناحيه كره القدم، فبالتالي انا متحمس جدا ان انا اكون بخش في الشراكه دي مع النادي الاهلي. ولو تحبوا انا ممكن اشرح لكم اكتر مزيد من تفاصيل عن البطوله ان شاء الله اللي هتكون في شهر فبراير. طيب انا مش هطول عليكم لان في اجتماع حاليا الكابتن زيزو كالمدير الرياضي للنادي الاهلي سيعقده مع ميشيل سالجادو، وبعد اقل من ربع ساعه ستتحرك بعثه فريق النادي الاهلي الى ملعب المباراه. لكن اساله سؤال اخير، تتذكر مباراه الاهلي وريال مدريد عام 2001، وماذا تقول للاهلي في هذه اللحظات وهو مقبل على بطوله جديده مباراه السوبر كاب؟
going well, to the Super Cup game? Well, I remember always, you know, all the games I play. it was a really tough. I know the atmosphere was electric, by the way. It was crazy. It's always, you know, really nice to play against Egyptian teams because of the fans are crazy. I know, you know, how they follow the, you know, their teams, and especially Lali, they go a massive amount of fans, and that's why I'm in here. Yeah, أنا متذكر أقوى حاجة في المباراة كانت الأجواء اللي كانت محيطة المباراة والجمهور اللي كان بيشجع بطريقة جنونية واللي كان بيروج الاستاد. ده متذكر جدا الوقت دوت. Sorry. Do you remember the pyramids? Yeah. The problem is that the pyramids. Oh, of course, I remember the pyramids. But I was last year. I was last year in the pyramids with more time, you know, relaxed, and I went inside. And for me, it was a big moment, you know. It's something special. You feel something exceptional when you are inside up there. أنا زرتها تاني السنة دي وكنت موجود وكان عندي وقت أطول قدرت أطلع الأهرامات وحاجة يعني فعلا مميزة جدا ومن الأوقات اللي بفتكرها في حياتي. هيحضر ماتش السوبر. You will attend the game tonight. Yeah, of course. You know, I attend the game. I mean, here just not only, you know, to try to exploit the idea to work together with Al Ahly in terms of formation, in terms of kids, because I think we can bring something exceptional to, you know, to the players, to the kids. In Al Ahly, they got the potential, but I think they need to be challenged. And my tournament is one of these that you can see players under 13 playing against Juventus, Barcelona, Real Madrid, Liverpool. So that's the thing that the Egyptian players they need, and a club like Al Ahly, yes, because they are. And obviously, the Super Cup is really important for them, for all the fans that are away from the country, and that's why I'm in here to try to well exploit the two ideas. انا موجود هنا طبعا عشان اكون بشجع النادي الاهلي واكون ببحث مع اداره النادي الاهلي مع كابتن زيزو ازاي نكون بنطور الفرصه الشراكه ما بيننا وازاي نكون بندي فرصه للاعبين المميزين في النادي الاهلي ويكون في شراكه متعمقه على جميع الانحاء والاولاد يكون عندهم فرصه ان هم يحتكوا بانديه زي يوفنتوس وليفربول وبرشلونه ان هم يكونوا موجودين فيها وتفيد الاولاد اللي بيشتركوا وتفيد البطوله في نفس الوقت. انا بشكركم شكرا جزيلا بشكرك كابتن زيزو ومشايل سلجادو وكابتن نادر خليل بشكركم شكرا جزيلا بالتوفيق خلال الفتره القادمه باذن الله. مشاهدي قناه الاهلي يمكن بسرعة أخذنا هذا اللقاء قبل الاختماع الذي سيعقده الكابتن زيزو المدير الرياضي لقطاع كرة القدم بالنادي الأهلي مع ميشيل سلجادو مدير الأكاديميات الأسبانية هنا في الإمارات والتحضير لبطولة الناشئين بإذن الله التي ستقام خلال الشهر القادم. لكن بعد قليل ستتحرك بعثة فريق النادي الأهلي إلى ملعب المباراة حيث في هذه اللحظات يعقد الكابتن حسام البدري المدير الفني المحاضرة الرئيسية ومن خلالها سيعلن تشكيل فريق النادي الأهلي استعدادا لهذه المباراة والجماهير ما زالت تتواجد وتتوافد على استاد هزاع بن زايد في هذه اللحظات وأيضا أمام فندق الإقامة لتشجيع فريق النادي الاهلي في هذه المباراه الهامه. اذا نكتفي بهذا القدر هنا من داخل فندق الاقامه وعوده من جديد الى استديوهاتنا مع زميلي محمد